find the solution set of the inequality x تربيع minus 3x minus 18 أكبر من أو يساوي صفر. لو حللنا هيبقى x وx 6 في 3 بشرط الوسط مع الكبير. احنا عايزين حاصل الضرب يكون اكبر من صفر، يعني موجب وموجب او سالب وسالب، يعني يا اما ايدر اكس بلس 3 اكبر من او تساوي صفر، وكمان اكس ماينس 6 اكبر من او يساوي صفر، يعني ده موجب وده موجب، حاصل الضرب الموجب يديني موجب، اور x بلس 3 أصغر من أو يساوي صفر، و x ماينس 6 أصغر من أو يساوي صفر. يبقى ده أو ده، لو الاتنين سالب الجواب هيطلع موجب، ولو الاتنين موجب الجواب هيطلع موجب. يبقى هنا x أكبر من أو يساوي سالب 3، وهنا x أكبر من أو يساوي 6، فلازم ال x تكون أكبر من سالب 3 ولازم x يكون أكبر من 6، يعني 6 6 معانا لأن يساوي وما لا نهاية. ودي مجموعة الحل الأولانية من ده موجب وده موجب. طب لو الاتنين سالب هيبقى إكس لازم أقل من أو يساوي سالب 3، ولازم الإكس يكون أقل من أو تساوي 6. الاتنين دول يتحققوا إزاي؟ يعني الاتنين تكون الإكس أقل من سالب 3، يعني هتبقى سالب 3 معايا وسالب ما لا نهاية مش معايا، طبعا هنا برضو مش معايا. طيب يبقى دي مجموعة حل السالب مع السالب. اذا الست اوف سوليوشن بتساوي بقى ايه؟ هتساوي من سالب ما لا نهاية للسالب 3، 3 معايا اتحاد الستة معايا والما لا نهاية مش معايا. طيب ايه الحل اللي يتوافق مع ده؟ سالب ما لا نهاية وسالب 3 حصولي في الأول هو يبقى الـ A.